الكورة. فلوس الكورة ايه فلوس الكورة؟ الرواتب يعني؟ اللاعب يلعب في نادي فريقه ياخذ اجر. مال حرام. مال حرام؟ مال حرام قح حرام مش حرام بس. طب ليه يا شيخنا؟ طيب يعني فصل. طب انت قول لي ليه حلال اصلا؟ جه في الحلال ايه اللي عمله اصلا عشان ياخذ مال يا اخي كريم؟ ايه اللي عمله؟ والله انا المعلومة اللي عندي يا شيخنا ان هو دي يعني هو برياضة والرياضة بقى ايه اللي فيها الرياضة يا اخي كريم؟ ايه اللي فيها بقى؟ فين العمل اللي عمله للأمة واللي عمله للدين واي العمل اللي اخذ عليه المال؟ فين هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا سابقاء الا في نصل او خف او حافر. ما قالش في كورة ولا في جناح ولا في غير. يعني فلوس اللعيبة دي بياخدوها الأجور دي محرمة شيخ ده كلها. كل هذا مال حرام. ده بقى المصيبة الكبرى ان يطلع واحد فقط اللي بيعمله انه بيجري خلف الشيء اللي بيجري وبياخد 30 مليون 40 مليون اموال الأمة بأسرها تنصرف الى هذا اللهو الذي يعني لا يسوي في عرف الشرع شيئا وتكون اموال الأمة مهدورة. طب لا تدخل في الإيجار يا شيخنا. أي إيجار؟ طيب ممتاز الإيجار. استأجروا على إيه؟ تفضل حضرتك. إيه بقى العمل الذي إحساس إن هو بيلعب رياضة بيستثمر أمواله في الرياضة يا أخي؟ فين؟ أيوة دلوقتي إحنا استأجرنا على إيه؟ إيه العمل بقى اللي هيدونا عشان ياخد الأجرة؟ مسابقة يا شيخنا. مسابقة. أيوة. طب المسابقة النبي قال ما فيش أي سبق للمسابقات إلا في ثلاث. لا سبق الا في خف او حافر او نص. هات بقى قول لي ايه الايجار بقى ياخد اجره على ايه؟ عشان بيرقصوا؟ هاخد اجره عشان جاب الكره في المقص الشيطان؟ يعني يا شيخنا المسابقه في غير هذه الثلاثه كلها مسابقات لا تجوز؟ لا تجوز الا اذا كانت في نفس معناها وهو التقويه على الجهات. رضي الله عنك.